ورده صحيح توهيش جنبك في انا سمحت توهيش يوجع بدها في انا شو مدخلك هي 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 انا تو انا حكيت على منال ولا شكون هذي انت جنبك في انا ولا ما تنجمش تعمل خاطر غيره منها ليه نفذكوا يا هي يا ورده ما عرفش تفضل معاك ليه تتكلموا معايا ليه ليه لحظه انا معقده ليه هيلا بيه ليه ليه ما نقصدش ورده ليه ليه لحظه ورده راهي معقده على شنو معقده واش عقدني ليه ما ترى الفضل والامان لحظه والله انك عدي يا قسم بالله استنى لحظه امان بجاه ربي في بالك هيك كبيره وتفهمي ليه لحظه ستوب انا كبيره في كتير ما وتفهم لحظه انا ما كانش حكيت مع الزر هيلا ورده ليه ما يسالش كي جات زر مش مشكل يا ودي عاونوني راني نتعصب هيلا ورده بجاه ربي نسكتوا راهو راكم تفدلكوا على بعضكم ومحلاكم وتو اي حاجه تخلق نسوبريميوها بعد غني لي شمس خليها وزعت تسوبريمي فيها شيء اللي عاد فيها غنى عاد شمس عاد المغرب لا لا اسمعني ورده لا 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 ورده بورلونسي يا ورده تجيب منال تو تغني لها عاد تو تجيب لها منال عاد باش تغني لها انا باش نغني لها حاجه حاجه نقول لك حاجه لا ما تقولش لا هذه ما تقولهاش لا ما تقولش استنى يا هيلة على خاطري ما تقول هو الشيء اللي تعمل فيه الكل وتويكا ديما في اي بلاتو تمشي تعملوا راهو نفس الحكايه ونفس الخرافه بيه. ومسكينه وتسخف والله يا اخي فيك مسكينه ديما عندها لغه صغيره وعليها بدل الموضوع بدل الموضوع بدل ايش بك هكا يا اخي بدل الموضوع ماشي والله عندها الحق راجلك كي طلقك اقسم بالله العظيم قداش كي كاين ليه عاد اقسم بالله ليه عاد قديش كتير اقسم بالله ما عندك ما تعمل ما عندك ما تعمل ياسر تافه ياسر تافه والله تافه والله اول مره نشوف عبد تافه كيفك قسما بالله وكان ما جيش نحجم ونقدرك على خاطرك كبيره ورده كثيرة تمكن فريق لباس من السيطرة على الوضع وقمنا ببعض التغييرات التكتيكية حيث أصبحت المهاجمة ورد الغضبان في المحور مع مريم بن ميمي والمدافع مطران في الهجوم مع والله 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 كان منشط لنحب العرك راني تبدلت عندي مدة به يا اخي مطلقة انت مانيش مطلقة انا شكون طلقني اللهم اني ناوي على اجري لا 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 لحظة لحظة لا لا والله ماني مطلقة هاي هيلا ريضو حبيت نقول لك وردة وهيلا محليكم مزوز هاي ريضو بلاي خلينا نكمل الفقرة ما لا فقرة هذه مش قلت لي محليها الفقرة والله عملوا سكتش باهي برشا والله عملوا سكتش اي وكان جاي من تنفيذ خاطر سكاتش عفوي وجميل جدا فيه غش وفيه واحد الحمد لله الامور كلهم كلهم بنات حومه عربي محرحلين ليه هو لو كان تخص العقل لباس معناها يزي هيلا تزنيه ولا كيف سيبنا عاد